طيب قال، يقول هشيم: أنبأنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي. انظر إلى هذا الموقف الذي يدل على نخوة وعلى أهمية القرابة من الصالحين. قال عن الشعبي: قال ما مات ذو قرابة. إذن كان يتفقد أقاربه. ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه. انظر، هذا شيء مهم، لأن الإنسان إذا دخل القبر وعليه دين فيخشى أن يكوى، ويخشى من نار القبر أن تصيبه، لأن عليه دين. والحديث الذي في البخاري ومر معنا سابقا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على غير واحد بسبب أن عليه دين. وفي إحدى المرات قال أبو قتادة: علي يا رسول الله الديناران، سأسد الدينارين. فعندها صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فعندما لقي أبا قتادة قال: ماذا فعلت بالدينارين؟ قال: ليس بعد يا رسول الله، يعني سجديد احنا معه. ثم لقيني فقلت: قد سددتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برد عليه لحمه. إذن الأمر مخيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: يا رسول الله، وكيف نخيف أنفسنا بعد أمنها؟ قال: بالدين. إذن الدين يجعل عندك قلق وخوف. ولما تستقرض؟ إذا كنت تستقرض لدينك استقرض. يعني ليش مستقرض؟ والله طالع حج. إيه ممتاز، لك أجران: أجر الحج، وأجر أنك تنوي السداد. والحديث: إن الله مع المدين حتى يقضي دينه. والله معك. لما تريد أن تستقرض؟ أريد أن أتزوج، معي مال لكن أحتاج إلى تتمة، هي مشروع لا حرج. أما لما تريد أن تستقرض؟ الله حابب أغير أثاث البيت، لا هذا ليس فيه حاجة. لما تريد أن تستقرض؟ الله بدي أحدث السيارة، لا ما في داعي، السيارة كلها تستطيع أن تستغني عنها. فإن قلت لا أستطيع فسيارتك التي معك تسد الغرض. إذن الدين للحاجة، لشيء معتبر. أما ما نرى من التوسع في هذا الزمان فهذا شيء مرفوض. فماذا كان يفعل الشعبي إذا رأى أحدا من أقاربه مات وعليه دين؟ ماذا يفعل؟ مين بيعرف؟ ما سحكي. نعم، كان يسد دينه. شو الفائدة انك بتحكي هذا ابن عمي وانت لا تقف معه لتنقذه من العذاب؟ شو الفائدة انك لا تقف مع اخيك ابن امك وابيك؟ فاذا تنبهوا اخواني في الله الى هذا الشيء المهم، وهو اهمية المال. اهمية المال في يد الصالحين. ولذا متى رأيت صالحا عنده مال فافرح، فإن كان على علم اجتمع العلم والمال، الآن سوف يبدأ بنفع الناس من كافة الطرق والوسائل وبالسر. نعم، إذن هذا ما كان يفعله هذا العالم.
اجتمع عنده المال والعلم، فكان هذا من حاله. قال يقضي دين أقاربه، وقال ولا ضربت مملوكا لي قط. عنده مماليك، عنده رقائق رقيق عفوا، فكان لا يضرب أحدا. إذن في حلول غير الضرب.